طب فين يا سعيد؟ كلمتك ألف مرة. أنت ماهر صاحب سعيد؟ مين معايا؟ سعيد هنا في المستشفى في اسكندرية وعايزك تجيله. المستشفى مش بعيد عنك خالص يا ماهر. ليه كده يا ماهر؟ أنت متعود تقفل في وش أصحابك كده؟ طب بص بقى، سعيد معانا وموبايل سعيد معانا وانت كمان هتبقى معانا. مداخل ومخارج الشركة كلها تحت عينينا. المصنع ده فيه عمال كتير، واحنا عشان نجيبك من جوه هنعمل دوشة كبيرة واحتمال حد يتعور. فخليك ذكي كده يا ماهر، كده كده الموضوع خلصان. واحنا مادام انت كويس وشاطر عندنا أوامر حتى ما ننزلش. ها قلت ايه يا عم ماهر؟ مين يا عم عاوز مني ايه؟ الأمانة اللي عندك وكل واحد يروح لحاله. بقول لك يا عم، انا في اكل عيش ومش طالبه هزار على الصبح. امانه انت اللي بتتكلم عنها. الدخله دي كده غلط يا ماهر. انا هديك نص ساعه تخرج لنا هنا ويا دار ما دخلك شر. غير كده نفسي والله اللي يتعور ما يبقاش لا انت ولا ورد ولا رحيم. كويسة؟ رجالة وجيه وصلوا لنا. يا ستي وصلوا لنا ازاي؟ اسمعيني، انزلي دلوقتي من العنبر الضيق وراه مفيش بني ادم يلمح لحد ما اجيلك.